نومة يا الزبي. يا ربي اليوم يلزمها تسلك، ما كانش باش تفتح شالي. يبرزوا لي في الدنيا هذه اصبر، هذا هي خرية الصباح يا ودي، ما تحكي لي حتى حكاية، وخاصة عاد كي تخراها في دارك مدي تحس بالامان وبالراحة، مش عادية خرية الصباح يا ولدي مش عادية. يبرزوا لي اكثر عباد يسخفوني كل الصباح يبدو ماسين يخدموا ويستنوا في التران وتعمل هكا وتسدوا الخريه متاعو. يو مخيبه الفوز هذيك يودي، تبدا طموحك وقتها انت في الدار صاحبي باش تعمل خريه، هذيك احلامك ما تحكي لي حتى حكايه. اللي يقول لك صبار خير تقول له براني كمك، ابعد زبي انا توا محصور. تسكون هاللي يطلب في الزبي على الصباح حتى في بيت الراحه ما نرتاحوش، يا الزبي بيت يحلم بيا ذايا ولا شنو حكايته. يالو جبا صباح خير. وقفي يا اخي لهالدرزه مغروم بيا صاحبي، مكلمني 7 متاع الصباح رك قصيت لي على برشا مشاريع صاحبي. ياي صاحبي الريحه متاع مشاريعك خارجت لي من التليفون. يا اسمعني يا جابا، اليوم صاحبي باش نمشي نعدي البرمي، قلت نكلم صاحبي جابا ينصحني شويه نصايح، ما هو عندك معاهم الفازات هذوما. ماك تعرف قفسي انا عديته قريب 15 مره وما خذيتوش، اما عندي اكسبيريونس وانت توا اصبر حاذا عملتها كي كلمت صاحبك تزبى بس ينصحك النصايح هذوما، انت توا كلمت صاحبي اقوى زكم كاسكادور في العالم. يا ولدي امور سياقه عليك بتزبى صاحبي، الزبى والسياقه زوز حاذات لاصقين في بعضهم، يا ولدي كيما الخرا والماء سخون، كيما الحمص والزبيب، كيما الكلاص والبير، يا ولدي ديزاكي تاخذ برمي ثبت من تالي هكا بالصغير مكتوبه تزبى. يا جبا يتكلم نيك هالصباح نفخت لي راسي بالفارغ، يمشي يا خويا كان باش تنصحني ولا خانمشي نيك على روحي. بيه صاحبي ريد دوب ما يطلع بحذاك الانجنيور ديما اكذب عليه، يا ولدي ديما احثي فيه ديما احثي فيه، يا ولدي ما تقول له حتى ثي صحيح، يحبوا واحد هكاك ديما يحثي فيه عليهم يدي يثيخ عليك. ايه بيه جبا بيه يرحم بوك صاحبي. واسمعني ريت هو يقول لك حاذا وانت اعمل العكس نتاعها، يقول لك توا بس ندورو على اليمين نيك دور بذكمو على اليسار، خلي يقول لك هذايا ظهر فيه سلعه منيكه في راسه. هذايا فكره زبوره صاحبي، باهي تو نعمل كيما قلت لي. يا اسمعني تحب نخرج قبلكم بنص ساعه نفرغلك الحومه والكراهب والدنيا كل والعباد الكل النيكة بتريحها صاحبي، نبعدهم الكياس بس انت تعدي البرمي وتاخذوا من الضربه الاولى. ايه لا لا مريقل يا جبا، هيا صاحبي برا ان شاء الله نهارك زين، تو دوب ما نكمل نكلمك. انتي بابا ويا بابا بابا ويا بابا، ايا صباح خير بابا. شوف سي نمي ما تاخذوش المره هذه البرمي، انسى باش تعاودوا اللي صرفتوا عليك في البرمي يشري للزبي كاميون. ايه ليه بابا تهنى، المره هذه مش كيما المرات الاخرين، ما عندك كان رجال. ليه ظهر عليك وعلى رجوليتك تي لابس لي سروالي وتحل في فمك. ياك انت لابس لي سروالي بابا، قلتش حاجة توان. سروالك ماك شاري بفلوسي، يتسمى سروالي. يا بابا والله ساعات نحسك فرخ في مخك، شنيا سروالي وسروالك توا صغار احنا نلعبوا بابا هكا توا. اسمعني بابا، فماش كعيبتين عظم عربي، قهوة حليب، شوية ملاوي، شوية زيت زيتونة، شوية فواكه جافة، مغرف عسل، يمشي نعدي في البرمية راني. عليه ماشي تعدي في الباك، ماشي تعدي في البرمي هاك قلت بفمك، نزيد نخسر عليك العظم العربي والزيت زيتونة اتقاعد نيك. يا بابا برجوليا ياسر كلامك احرش على الصباح ياسر يا بابا. هناك سكان باش تقولي امشي عدي في بلاستي. يا بابا انت الميكانيك خاتيك، خليك في بسكليتك اللي فيها عجلتين وواحد فيهم ديجا مدقدق بها كرايمك 15000 مرة. ايه وحس المونيتور قاعد يزمر لي، هنمشي نقصد ربي على روحي صايم هكاك. قفسي حاضر. يا القفسي ديما حاضر. ويا اطلع اطلع. يا قفسي كان تقعد في البرمي من غير ما تروح للزبي للدار، برا بيت بعد صاحبك تشب. يا بابا ادخل داخل يرحم والديك، توا ذاك السروال خارج بيه للشارع هكا توا. ايه بلاش قولك، عندك بوك كيما بابا، ما نتصورش ما فماش حتى بوك كيما بابا. قفسي كيما وصيت ديما عناينا على الروتروفيزور، كي تجيبش الدور وكي تمس الفران. يا ولدي تهنى البرمي في المكتوب يرحم والديك، هيا خداونا عاد الصباح. وهي يجي شد بلاستي دريج وجي يطلع بحذاك الانجنيور. برا صاحبي بون شانس، وتنوصي عليك الجماعه يعملوا لك ابونيه في الشان يوتيوب نتاعك قفسي اوفيسيال. يا زايده معاك، يا برا ينعم بوت حينك. ايه وينو عم زبي هذا يا اخي، ما في بالوش، عندي اموري عندي دينيتي عندي قضياتي والزبي نقعد نستنى انا توا.
هيا نيك وينو؟ صباح خير عمي الانجنيور. صباح خير، شو اسم خويا؟ ايه وين نعرف عليه انا خوك شو اسمه؟ حتى نعرف اسمك انت انا باش نعرف اسم خوك. لا ظهر فيك ما فهمتنيش، قصدي انت شنو اسمك؟ ريد دوب ما يطلع بحذاك الانجنيور ديما اكذب عليه، يا ولدي ديما احثي فيه، ديما احثي فيه، يا ولدي ما تقول له حتى ثي صحيح، يحبوا واحد هكاك ديما يحثي فيه عليهم، يدي ثيخ عليك. اسمي جبا عبد اللاوي بن محمد بن محمد بن طاهر بورقيبة. عجب، هو اسمك عندي لهنا في الاوراق، قفصي برويلي. يزي بلا لعب، يبالها تلقاهم بدلوه، خاطره طويل برشا. يهلكك يا جبا برا لا تربحك. هيا سي القفصي نبداو، فاش تستنى؟ اخرج على روحك. هاي ما حبش تخرج الكهرباء، شنيا تحبني نعمل لها؟ ما تعرفش عليها ما حبش تخرج الكهرباء، خاطرك ما هبطش الفراما، هو باش نعدي هيك. يا ريت كي نجربك، نجرب فيك وبرا راهو، يا اخي هاك طلعت انجنيور فايق لها، والله يعطيك الصحة. هيا ولدي، امشي شوية، زيد شوية في السرعة، الكياس فارغ راهو قدامك. يا اخي ما في بالكش اللي السرعه مخترة، يجب ربي انجنيور، ما فهمتش كيفاش انا انجنيور هذي. يمشي يمشي، بدل الفيتاس. ايه شنيا بدل الفيتاس؟ اللي لابس عليه الفيتاس، علين بدل فيه، وزير الخدمة هذه يخدمها الميكانسيان، مش انا. قصدي بدل الدوزيام، راك ملي خرجنا وانت تمشي بريمير. واش خير من البريمير بالله، اقوى فيتاس، وزيد صنعوه اول واحد، اسمه على جسمه، بريمير. باهي. باش ندورو دورة جاية على اليمين. واسمعني، ريت هو يقولك حاذا وانتي اعمل العكس متاحة، يقولك توا باش ندورو على اليمين نيك دور بذكمه على اليسار، خلي يقولك كذا ظهر فيه سلعة منيكة في راسه. يا ولدي شبيك دورت على اليسار؟ قلتلك على اليمين. يا برج ولي الحومة هذيك عامل فيها الدوانة، ماك تعرف القفصي بروي ليه ديما بمشاكله، قلت ندورو بالعكس. الى حد الان عندك 3 غلط، الغلطة الرابعة سيء. يا شنية سيء سيء ذي نعرفها في الغميضة انا. معناها الغلطة الرابعة اتيح في البرمي ونقولو لك ان شاء الله مرة جاية. فهمتك فهمتك، وبعد انا باش نعمل الغلطة الرابعة ونتيح في البرمي هكا ولا عالسياقة اللي تسوق فيها باش تغلط الغلطة الرابعة. يا قفصي كان توحد في البرمي من غير ما تروح للزب للدار برا بيت بعد صاحبك تشبه. يا ولدي وين ماشي؟ اشنية ثنية هذي؟ هاي خلاو قفار. ايه يسكت على روحك يسكت على روحك، ما تخممش او باش نوريك الغلطة الرابعة لحظة بركة. ارجع يرحم والديك، راك اللي تعمل فيه مخالف للقانون. اي قانون، وكي طردني بابا من الدار اتو انت تبيتني بحذيك بالقانون متاعك. اي اهبط. يا ولدي هاي غابة هذي، يا ولدي شنية باش تعملي؟ يا بتنيك على الزبي وانتي ملي طلعت كابس وجهك تقول عامل عليا مزية، أربع عاملين صارف عليه البرمية أنا كان ما في بالكش. باهي ما تغشش روحك، هاني هابط. يمشي نايك هات البرمي. يا ولدي راك اللي تعمل فيه مخالف للقانون، فيها حبس راي الحكاية. يا انا قانون وانا الزبي، القفصي بروي ليه عمرك ما تقوله ليه، هات نايك البرمي. باهي هاو البرمي، المهم الكف ليه ورجعني وين كنت. وهي ترزان برا شوف شجرة ارقد فيها انجنيور ولابس لي سليب روز ولا لا تحشمها. يا ولا حكاية، دور على اليمين دور على اليسار بدل الفيتاس يدبر في الزبي شنيا نعمل، كرابة كرابتي وانا حر في الزبكم. وميساج لأي واحد طيحوا الانجنيور هذاك في البرمي هاوك اخذيت لكم حقكم منه. وهيا جيش القفصي اللي عجبته الحلقة تاع اليوم كالعادة يعمل جيم ويخلينا كومنتير، واللي مش عامل ابوني يعمل ابوني باش يوصله جديد الكل. واللي عنده فكرة ولا أي فازة يحب القفصي يعملها يخليها لنا في كومنتير. هيا برا الناس دول.